سودوين ما يهين قرن دسبا يا سيد مسلوسي وحانو فريرينا والبلغة لإلا حزب كوميان دورتي مركي خوري حدا نمبر نواد نصوش الرحي إنا نقرش قينو سياسة أتكا أخي دوتان مارين دو ميديا قوفك كجبر قارا يا أما وحيا لين يا برو عوائل نغتا توهر رسي قوف هارو قبطا إيه قرن ماذا كوي عرسا تازال ما تيدك المدوة تكون برو عنو ويدو تايتا يبني ذا كاين ما تأير نافسه أنا أبتيا شو ولد لو تروح يسبيا قرن نمالا أسنا ويا هالجكي قف الرئيس مال الله ده وحي لنا يوم وحكة شيء جيه ده وحي رتها وحن فر الجبل يا ابن واحد يا ابن واحد قبل قرعك برابو سيه هاجر مركي أنا يا بين ورمحال شيء ده بحر ده كم صور رايا أنا كأمير والله ما أبتيا شيء على يسوي ويريا أنا كأمير ما فاكر يسوي سام تو ما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقولكم برعو يتوغنر دمان قبل كوردان يا ماتن برعاتو ونودل وينها برعو وحاد وآد يا آد وما حتقينا سودوين ما يهين قرن دسبة يا سيد مسلوسي soo dhawaynta waa wax kooban laakiin burcon maanta isu soo baxeedii wuxuu ahaa qarandhis anoo ku hadlaya magaca waftiga qaranka waxaan aad iyo aad ka gudoonay qarandhiska iyo wadajirka iyo kalgacalka muujiseen waa kuwa qaranka u muujiseen qaran ahaan baan ka gudoonay burcon ما هذا قاعد ينتهي لي بقى ولا يا شيخ ولا حلكم انت الى هذه البنك ورع سنة اي نبض على امن قال اي ولا شيء ما له ما تك حزب كل بيه سعود الكيس هل كان كل شغل له كل في البنك سته من هو تقرنك وضم وادرين تو اوردن دحوان واحد هو حلك قرنك ويصاري اي ادي ديبتين مدحون مدي يقرا لمدي واي صارت قف ولا بطاينه ومواطن له ومسلم يروى ولا يقراها ذكرى. مدنا هو ترتك سياسته اي بيهين لو ترتم عيو مدحوينا صوص صحوة وعلى هاي مرشح حزب الكلمية نكد لها ديانا وها بدوني نكد يو ريانا ويا هاي مرشح مدحوينا كل حقيقة حزب الكلمية وحانو فريرينا والبلغة لإلا حزب كوميان دورتي مركي خوري حدا نمبر نواد نصوش الرحي إنا نقرش قينو سياسة أتكا أخي دوتان مارين دو ميديا ودابعا دا كوشرتا إيه قرشها حزب كومية أفريا توكي أوروح لك أي أي إيا إنتا كنتم بس أصول دولك وشغيري وأذيك إيا أيا نقرش غيرنا وحانو غير علينا إسان distorka iyo shuruucda qaranka ka dhexreeya oo xisbiyada kale iyo dadweynaha lagu ilaalinayaan ayaanu raacaynaa oo aan wadadan ku socono intaan markaan ka gudbo qur'aan maanta codsiga ugu ah codsi kaa burcon dhammaantii xisbigaa doontaa how fikirgaa doontaa misrow burcon walaalayaal maanta qaranku codsi miduu ka socdo miduu kusoo gudbaya afka qaranka waa kow halkaas waxay halkaas sabab la kaga waaqay qaranimada Soomaaliland iyo madax banaanida wakaa ku yiri kaga waaqay fagaaraha uu ahaa Soomaaliland waa u dhamay walaalayaal waxaan leeyahay waa inay burcu noqotaan qofka ugu horeeya ee qaranimadii halkaa laga dhawaaqay ee gudoonkeedu la joogay qofka ka gabargaraya ama wax yeelaynaya burcu waa inay noqotaa ta u horeysa qof ahaar u qabata ee qarnimada ku ilaalisa taasaan maanta idinka magaalada iska codsanaya oo cid kale loo soo maray burcu waxaa kale ka codsanaya oo qoraku ka codsanaya toog dheer guud ahaanba in alliya interfaanka ah ee nabadgelyare ee halgalle ee gabayle ee kaftan leh horta dadka waxba ugmeydaa umeydaa ribadii ka qaatay أنا لا أدخل أنا قبصنا وايد خور عصرنا هو اللي تكون أقوله مر هدي إنت الله يسوع قرادي برعم بيتكيا المبينو
انت بين هرموز كهتان شقا قويك قول الله تقدر يكون والله حين تاجر هوستا سوق شو غيره واربرع اللي كير ما يحوش انا وكنت رسال خلاف دمبو جهنا يا شقا دمبو جهنا الى صوت ما يسان والله يكون قرب قرو ايو صعود كي يوي هاي مرشح نبي كو كا ان وحبوا دخل خلاف كنا بلا دم ايو بدم الله برعو حلقه دوري يا حبيبي في ابو يقان وردادي هوريه الرياض تاريخ دي واخريا لنا ولبا ابو ياشين ابتي ياشين هل كان سوق قالوا هم كوري كان هاي وحدو لي ما بدا ام سوى ذا بينو قالنا والله ما حدا كور ربنا بدا ما انت هذا لبا انو عيال اسقبتان او بسوق جوغا واربر علي كير ما يو الى هل كان كشوقو خلافات غدهين وايو ما انت سومالي هو صدح يسود الجر انت انا وافرست انت انا وافرست صدون هورا ديال بينو كجر وافر يلي حنا صندوق dayalka ka cadaw weyn u badan yahay mar hore kiis aanay halgankii toban sano soo dhamaaday iyadoo ragu dhimanayo way xabatahay oo magaalada joogay oo Soomaaliyeedu isku keen tagtay iyaga galba waa maxay u dhici karaysaa inuu jiitaba imka go'aankeena in adduunku in ixtiraafo halgeena waxa uu waa waxa dhexdeena ka jira ee dhamaan la taana burcan koowad u horseedaysa inta kale way ku yareysa hawshaas ay tala rebo door sheedan markaas ay nabad doonaysa markaas uu cadawgeena arugta dib u luqaya markaas ay arugteen rajo wanaagsan arkaysa markaas ay dumarkan faani karaya xisbiga kulmiye yeenteeda waa arag hormo door kale qolayna horna waa lagu ahay maanta raagrameedo dhalinyarada siyaasadda dhawaan soo gashay ee meelo badan ka hadlaysa ee reer badan ka duulayaan waxaan leenahay waa in aynu iska dhignaa waxa gudaheena maanta way dhamaataa meel kasta aad joogo waa ku reegaytaa waa dhameynaya maxaa kale inuu waajiba meelaha qaarkood qarannimada snm iyo halgankii qofka reer somalilanda ee wax yeelaynaya wax ka sheegaya dee waxay ila tahay waxaan filayna gabayga iyo dhirbaaxada iyo dhawaaqada uu garco ka bilaabo sida ahaan jirtay maanta dalkeen inamada siyaasiynta yar yar xaw kala soconaadeen waxyaalaha laba taabtaanka ah iyo waxyaalaha lagu muulbi karo doorashada uu soconaa qarannimada Soomaaliya waa mideysanahay nabadda waa mideysanahay iskaashiga waa mideysanahay isku bilaabashada iyo wax walaashaha iyo muwaadiniinta sinaantooda waa u simanahay intaan waa laga doodi karaa wixii intaa dhaafsan waa maay maanta asanam waxa ka noola waa inta aan qani halka joogta diyooda mooyaane waa xasan jaamacay cabdisalaam yaasin labadaba ilaahay cimrigooda haraajiyo caafimaad ha siiyo waa wada doogna ka ahay bakama yare waxa hadba aad iga soo maanta ninka wax ka sheegaya halkanka intaa la afkiisa ay ka soo baxayso wax ka soo jeeda kuwa doonaa ahaa adeeg waa gaf weyn oo qaran oo loo soo wadjeeday waxaan ku soo koobayaa maanta waxaan u soconaa doorasho nabadgelyo ah darkeena uu daafacano cadawga badanay inaga soo jeedo inuu indhihiisa wax tusino iyo walaaltinimo iyo xada qaybsi iyo walaashaan uu socdaa insha allah taaro ruuxo shaqayn waa mahadsantii mar labaad wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh heeb pointa degmada dadkeeda aad iyo aad baan idinku mahadsanqaynaa may ahayn qura soo dhaweyn maanta waxay ahayd ismuujin codka deegaankan in uu yahay kulmiye oo cod iyo dhaqaale iyo dhiigba u hurayaan qaranka Soomaaliland carruurta la siiyo hooyadaysa sideetaa waayeelka soo duhaha aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa jazaakumullahu khayr dareenkiina waa la ogyahay qaranka halka ka joogta waa la ogyahay idinka baahnan maanta inaad gunta ka soo ruwaano carruurteedu marka keentaan waa la ogyahay dareenka qaranka Soomaaliland dadka la dhaqantihiisa u dhaqataan intaba waa la ogyahay burcaanu ka hadli doonaa burcaynu tagaynaa midna waa ku daraya kaftaraho markii aan yaabeen war maxaa ujeeda maxaa dadka ma soo raraya inanka wuxuu wallahi maabtayaasha yaa inay soo dhaweynayaan inanka in baa faaka iga siiseen soo maaha
قرآن هو نوشي وادنا كيسا وحالا يهربا هو قامين ولا تنمو نبت قريو عود كان عوصي وعن روغلو دلقات انتابا كوما كتير وهو قام بكتير آدي أدوما تنتين قرآن هو يدو تاقيته تبلي ذكاين ما تأير نافسه أنا أبتياش وقت لو توحي سبيان